أول من صابت ياسمين إبراهيم عبد الله، بعدها لحقوا أخوانا الكبار والصغار، اللي أكبر منها بنت وأصغر منها خمسة، كلهم انصابوا، يعني الستة اللي أنفر كلها انصابت داخل البيت، وأمهم دحين في النهاية اتلحقت ذلك انصابت. لنتفاجأ نحن هنا في الحديدة بظهور حالات دفتيريا، منها ما تم ما تم تشخيصه والقيام بالإجراءات الإسعافية وعمل اللازم بحسب الإمكانيات المتوفرة لدينا، ومنها من هذه الحالات لم نستطع أن نعمل لها شيئا، حيث أنها وصلت إلى المستشفى وهي في حالة نزاع مع الموت، وفي النهاية توفت هذه الحالات.